محاطا بدوق أمني محكم وفي سيارة إسعاف عسكرية نقل جثمان أول رئيس منتخب لتونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي من المستشفى العسكري إلى قصر قرطاج تحضيرا لمراسم الجنازة غدا السبت. جثمان الرئيس محمد الباجي قيد السبسي استقبله عدد من عائلته ووفد من الحرس الرئاسي. أعلام تونس الخضراء تلبس الثوب الأسود في حداد لسبعة أيام يأتي تزامنا وذكرى الإعلان عن الجمهورية التونسية في مشهد تلخصه وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي حطت بتونس لتغطية الجنازة الرئاسية التي يرتقب أن يحضرها عديد من رؤساء الدول والشخصيات العالمية. مراسم الدفن والجنازة يقابلها انتقال للسلطة بعد تولي رئيس البرلمان محمد الناصر للسلطة مؤقتا إلى غاية موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 15 من سبتمبر المقبل بدلا من 17 من نوفمبر مثلما كان مسطرا.